مطيع. فهؤلاء الناس لا يعرفون الصلاة الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام مبتدع. تقول له الكلام ده أصل قلناه في موطأ الإمام مالك ومن القرآن الكريم، يقول لك انت وهابي، القرآن وهابي، انت أظن مجنون. لا، انتوا بتجيكم قروش من السعودية. أصل السعودية دخلها هنا شنو؟ أنا قلت لك الله قال يا زول، قلت لك قال رسول الله، قال الله تعالى. تقول لي السعودية انت أظن مجنون؟ يقول لك انتوا الله انتوا ديل. أعوذ بالله يا زول، أنا قلت لك قرآن، وده ذاته تلقاه ينطط في الحولية. أعوذ بالله، انت ذاتك أعوذ بالله بتنطط مالك، ينطط في الحولية وياكل الفتة، والفتة مشطة حمطنا النطة، ويجي للشيخ يسلم على في يده. أعوذ بالله منك، انت أول حاجة انت عبد للشيخ. السادة السادة، زي ما قال البرعي، السادة السادة، أنا عبد لكم نادى. نحن ما عبد للسادة، نحن عبيد لله رب العالمين. لا نعبد إلا الله عز وجل، ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أي راجل ثاني ما عندنا معه شغلة. شوف هنا تجاني اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن بنشور فوق راسنا ده. ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بنعفصه لك تحت. عندنا الراجل الواحد اللي بنمشي وراه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ولقد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في الآية في سورة الأحزاب. يعني تتبع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تقول لي تجاني برعي سماني مكاشفي ركاني، دول كلهم ناس شفاتة قاعدين في البلد دي، خربوا عقائد الناس ودالين يأكلوا، يأكلوا من وراء الدين، وقاعدين ملقطين قاعدين جوا بس في الأوض. أصيت يوم واحد لقيت البرعي طالع برا بيكلم في الناس في العقيدة، قاعد مجدوع هناك والناس مشلو ماشيين. ليش نويتو ده مش زول دين؟ اللي يطلع برا هنا يكلم الناس يقول لهم يا ناس الله قال والرسول قال، لكن وراسه مليان شعر ومليان عقائد فاسدة ويفسد في الأمة الإسلامية، يقول لك ده شيخنا البرعي. الترابة في خشمك كان ده شيخك، ده شيخك بعلمك الشرك، يعلمك الكفر بالله رب العالمين. تقول لي شيخنا، شيخك بتاع شنو؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. شفت ده الموضوع كله، يوحى إلي الواحدة تمسك كويس، فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام للأمة الإسلامية، كما قال الله تبارك وتعالى. طبعا الصوفية الآيات بيقول لك يا زول دي فهم عالي جدا، الشيخ مما تحفظ كده باللوح تجي تقول له الآية دي معناها شنو، ما داري فهمك، وهو ذاته ما فاهم. ريته كان فاهم، هو ذاته ما فاهم، يقول لك لا القرآن ده ما بفسره بس بفسره متين. لا لا، بعد تكبر، وبعد تكبر بتبقى شيخ طريقة، وده المقلب ذاته، ما بتفهم حاجة، ما بيفهمك القرآن. يقول لك ده لا 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 دي ما تفسيره كده، تفسيره كيف؟ يقول لك ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ده للرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما تقول لي شرك ما في، شرك ما في. هو الرسول، هو ربنا تبارك وتعالى بيحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي شرك ما في، شرك ما في بتاع شنو يا زول؟ يقول لك طيب انا اقول لك زنا ما في، ها رايك شنو؟ لا لا في، برضه شرك في. سرقه ما في، لا لا في، شرك برضه في. اكل الربا ما في، في الشرك برضه في. انت خايف مالك؟ انت واقع في شرك ولا شنو؟ بتمشي القبة يطوف سبع أشواط بقبة حمد النيل، سبع أشواط، يقول لك يا سلام والله دي إيمانيات عالية. يا أخي أنت ما فاهم هذا، ده شرك عالي، ده شرك بمستوى عالي والله الذي لا لا غيره. ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، مكة هناك، أنت مجنون؟ هل بيجيبك تطوف هنا شنو؟
تقول فاكل هنا شارع ولا جنو؟ ده شرك بالله تبارك وتعالى. وشوفوا الأمة السودانية دي مليانة شرك بالله رب العالمين والله الذي لا غيره. شرك كثير جدا. العربات دي مليانة، شفت العربات دي كمون، واحد تلقى حجاب ولا بنصي دارع في حجاب، وكان فتحت المكنة تلقى فيه ورقة جوا، ده شنو هذول؟ والله الذي لا غيره. الناس دي مليانة شرك بالله رب العالمين. عايز تشوف المرايات بتاعت العربات دي تلقى في حاجة عاملة كده قدر كده، ده شنو؟ ها كمون يا زول، كمون بتاع شنو؟ كمون ده ما بيحفظ العربية. انت عارف ده زي شنو؟ زي زول الدو حقنة حبوب بتاعت بنادول. الدكتور قال لي ابرع الحبة دي بنادول بيشيل لك الصداع، بدل ابلع ربطها في راسه، جاب لك قطعة وربطها. انت بيفهم حاجة زي ده؟ زي نفس بتاع الكمون ده يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء دواء لكل ده. دواء يا زول، دواء انت معلق ليه؟ دواء قال لك دواء، يقول لك يا اخي اي حاجة، يا اخي اي حاجة شنو؟ قال الرسول قال لك دواء لكل ده، ما قال علق. الكلام ده يعني كلام في العقيدة، هذا موضوع الحلقة. شوف نحن في الحلقة دي كلامنا كله في العقيدة، ونتعلم ونعلم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه. اتكلمنا في يعني الجزئية الأولى من الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم. إن شاء الله إذا مد الله في الأجال نتكلم في بقية الآية. أدخل أخونا علي همت.